بسم الله. يعني توقفنا احنا عند الرسمتين هذولا. اذكركم في المعادلتين قبل ما نباشر. المعادلة الاولى هي المظللة، هاي المعادلة كيو اوف تي الفوق، هاي كيو اوف تي بتساوي ابسلون في سي في واحد ناقص تي على ار في سي، وهي اذا كيو اوف تي بتساوي كيو ماكس، حيث الكيو ماكس هنا هي نفس الابسلون في سي في واحد ناقص تي على تاو، حيث تاو هي نفس الار في سي. ومعادلة التيار هي هاي المعادلة اللي تحتيها المظللة كمان، هاي المعادلة اللي هي هاي المعادلة اي اوف تي بتساوي مشتقة المعادلة الاولى. لما نشتق المعادلة الاولى بيطلع معنا ابسلون على ار في اكسبوننشال ناقص تي على تاو، حيث تاو هي الار في سي. وشفنا عند الزمنين زيرو والمالانهاية. بالنسبة للشحنة عند الزمن زيرو بتكون الشحنة زيرو وهي المينيمم، التيار عند الزمن زيرو بيكون ابسلون على ار وهو الماكسيمم. يعني عند بداية الشحن يكون المكثف الذي نريد شحنه يكون فارغا من الشحنات، ويكون عند يعني خلينا نحكي عند بداية تشغيل الدائرة بتكون التيار الماكس، وبيساوي القوة الدافعة الكهربائية للبطارية على ار. بالنسبة للزمن ما لا نهاية اللي هو بعد زمن طويل بتكون الشحنة اصبحت هي الماكس، اللي هو هي زي ما انتم شايفين هنا كيو اوف ما لا نهاية بتساوي الكيو ماكس، والكيو ماكس احنا بنعرف انها بتساوي ابسلون في سي، ابسلون قوة الدافع الكهربائية وسي اللي هو المكثف سعة المكثف، والتيار بيكون اصبح زيرو بعد زمن ما لا نهاية. فلاحظوا هذول الشكل الرسمتين. نيجي على رسم الشحنة، الشحنة عند زمن زيرو بتكون زيرو، عند زمن ما لا نهاية بتكون ابسلون في سي. طيب عند زمن هذا التاو اللي هو بيساوي ار في سي قديش بتكون الشحنة مقدارها؟ بتكون زي ما انتو عارفين كيو اوف تي بتساوي الكيو ماكس في واحد ناقص اي قوة ناقص اللي هو الزمن على تاو. اذا كان الزمن هو تاو بصير اكسبوننشال ناقص تاو على تاو اللي هو اكسبوننشال ناقص واحد، اكسبوننشال ناقص واحد تقريبا 37%، فواحد ناقص 37% بيساوي قديش؟ 63%. اذا لاحظوا في الرسمة عند الزمن تاو بالنسبة للشحنة مع الزمن، عند زمن تاو كم تكون شحنة المكثف؟ 63% من الشحنة الماكس اللي هي سي في ابسلون اللي هي الكيو ماكس، اذا بيكون مشحون 63% من اقصى شحنة له. طيب بالنسبة للتيار عند هذا الزمن حكينا انه التيار بيساوي اللي هو الاي ماكس اللي هو الابسلون في ار في اكسبوننشال ناقص تي على تاو، اكسبوننشال ناقص تي على تاو اللي هي تاو على تاو عند زمن تي بتساوي تاو، اكسبوننشال ناقص واحد 37% او بالتحديد اللي هو 0.368 احنا بنقربها ل 37%، فالتيار بيكون خلينا نحكي نزل لقيمة 37% من قيمته الانيشال او الماكس، لانه هي لاحظوا التيار يعني شو قيمته تبدا من الزيرو بتكون التيار هو التيار الماكس اللي بيساوي ابسلون في ار، زي ما انتم شايفين الاي انيشال بيساوي ابسلون على ار اللي هو عند زمن بيساوي زيرو اول ما نبدا نشحن التيار، بعد زمن بيساوي ار في سي بيتناقص التيار الى تقريبا 37% من قيمته الرئيسيه. طيب discharging اللي هو عملية تفريغ المكثف، عملية تفريغ المكثف اشتقاق قانونها بس بيفرق انه احنا بنشيل البطارية، فبنشيل الحد الاول اللي كان بالاشتقاق اللي هو الابسلون، بيظل عندي باقي يعني بنكمل باقي الاشتقاق زي ما اشتقينا في الشارجنج. هون الديسشارجنج عدم وجود بطارية بس عملية تفريغ المكثف بوجود مقاومة اللي هو بتوصل قطبي يعني المكثف مع بعض، بس في مقاومة بتكون موجودة على التوالي مع المكثف. هون طبعا هاي بعد الاشتقاق اللي هو مش مطلوب، كيو اوف تي بتساوي الكيو ماكس اللي هو الكيو انيشال في اكسبوننشال ناقص تي على ار سي اللي هاي المعادلة. يعني خلينا نحكي المكثف المشحون لما نفرغه عند نقطة البداية عند التي بيساوي زيرو بيكون اقصى قيمة له اللي هي الكيو ماكس او الكيو انيشال، فبيبدأ بيتناقص اكسبوننشالي اللي هو اكسبوننشال ناقص تي على تاو. طيب التيار بهاي الحالة الاي اوف تي بتساوي مشتقة دي كيو على دي تي، فبتساوي كيو اي على ار سي في اكسبوننشال ناقص تي على تاو، هاي الكيو اي على ار في سي اللي هي
خلينا نحكي التيار الابتدائي اللي هو عنده زمن تي بيساوي زيرو، لانه عنده زمن تي بيساوي زيرو اكسبونشال زيرو اكسبونشال ناقص تي على تاو اللي هاي بتساوي واحد، فيصبح اي اوف زيرو بتساوي هذا اللي هو الكيو اي اللي هو الكيو انيشال على ار في سي. طيب اذا هنا عندي الزمنين بدنا نحسب القيمتين اللي هو قيمة الشحنة وقيمة التيار. كيو بتساوي زيرو زي ما شفنا بتكون الكيو اي اللي هي الكيو ماكسيمم، والاي اوف زيرو كمان بيساوي كيو اي على ار في سي اللي هو كمان الاي انيشال وهو بيكون كمان الماكسيمم. عند زمن ما نهاية يعني هاي دائرة التفريغ اسهل من دائرة الشحن، لانه عند زمن زيرو بتكون الشحنة والاي ماكسيمم، وعند زمن ما لا نهاية زي ما انتم ملاحظين هنا كيو اوف ما لا نهاية واي اوف ما لا نهاية كلهم بيساوين زيرو، لانه اكسبوننشال ناقص ما لا نهاية زيرو بالنسبة للشحنة وبالنسبة للتيار، فكلهم بيساوين زيرو عند زمن ما لا نهاية. يعني في دائرة الشحن هنا الملاحظة 4 during discharging اللي هو التفريغ both charge and current decreases exponentially لحد ما يوصل زيرو. هذا المثال كمان هسه حطلعكم عليه من الكتاب اللي هم هذول المثالين من الكتاب، وان شاء الله بنكون هيك انهينا. فمننتقل ل خلينا نحكي ل بدي افتح اللي هو الكتاب على المثالين اللي قلنا لكم قبل شوي على كيرشوف والمثالين. فبنفتح كتاب السيروي نفتح الالكتريسيتي نفتح على تشابتر 28 مكان ما وصلنا. هذا الكتاب اللي شرحت لكم عليه المرة الماضية. هنا نبدأ في الوان لوب، خلينا هاي اللي هو اكزامبل 28.6 اللي موجود في يعني سنجل لوب سيركت. لاحظوا عندي لوب واحدة بدي اخذ اللي هي اطبق قانون كيرشوف. لاحظوا عندنا 2 باور سبلاي، واحد له ابسلون 1 بيساوي 6 فولت، واحد له ابسلون 2 بيساوي 12 فولت، وفي عندي واحدة 8 اوم ار 1 وار 2 بيساوي 10 اوم. لو اطبق هسه قانون كيرشوف اللي هو بدي اخذ اللفة مع عقارب الساعة، فشو بكتب؟ لاحظوا هون المثال اللي موجود عندي ابسلون 1 اللي هي البطارية الاولى 6 فولت ناقص اي في ار 1 لانه التيار بيمشي مع اللوب. هسا هون احنا بنمشي عكس الابسلون 2 فبنحط ناقص ابسلون 2 اللي هاي البطارية الثانية اللي هون، لاحظوا هاي البطارية اللي 12 فولت. بعدين هون ناقص اي في ار 2 بيساوي زيرو. هاي لما نيجي نحلها بالنسبه لاي لان نيجي التيار الاي بيساوي ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 على ار 1 زائد ار 2 بيطلع عندي بيطلع التيار ناقص 33% امبير. بما انه طلع ناقص التيار فالاتجاه اللي احنا افترضناه انه طالع من الابسلون 1 باتجاه اللي خلينا نحكي اليمين غلط، نعكس اتجاه التيار فبيكون طالع من ابسلون 2 نحو اليمين وداخل في الابسلون 1، فهذا هو معنى انه لما يطلع معنا التيار سالب. طيب هسه بدنا نطبقها على اثنين لوب اللي هو الاكزامبل الثاني مالتي لوب سيركت. اوجد التيارات اي 1 واي 2 واي 3 وهذا المثال اللي هو مالتي لوب سيركت.
نطلع على هاي اللوب اللي